الشياطين لهم مرحلة نشاط، مراحل نشاطهم دي في وقت بالنهار اللي هو قبل صلاة الظهر بساعة او ساعتين. عشان كده سيدنا عمر قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، نوم القيلولة اللي هو قبل الظهر بساعة. ورسول الله بيقول ايه؟ اذا كان جنح الليل او اذا امسيتم بعد اذان المغرب لمدة ساعة، بعد غروب الشمس لمدة ساعة وقبل الزوال بساعة، ده الوقت اللي الشياطين تنتشر تملي الدنيا في الوقت ده. فعشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كفوا صبيانكم. لما عيالك الساعة دي اقفل على العيال، امسك العيال، ما تخليش العيال ينتشروا في ساعة الظهر وساعة الليل. حافظ على عيالك، لان كثير جدا فعلا من اولاد من أول من من اولاد من اولاد الناس عموما فيهم اللي هو المس اللي هو اسمه ايه؟ طائف، مش المس اللي هو الجن دخل فيه فتمكن منه، وانما طائف اللي يجي وقت المغرب ده طخ يروح خبطه، تلاقي الولد مدروش طول الليل بقى بيصور يعيط يشوف احلام وحشه، كل الشكاوى كل الشكاوى. الخبطه دي تجيب بقى ضعف البصر، ضعف السمع، ضعف العقل، تجيب خبطه دي الم في الجنب، ذات الجنب، الم البطن، الم الرجل، الم الظهر. خبطه المغرب دي كفوا صبيانكم، بعد ساعة سيبهم خلوهم، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله. خلوا بالكم لازم تغطي الآنية، عندك كوباية مية كده غطيها، حط عليها غطاء أيا كان بقى، أي غطاء تغطيها بيه غطيه، ما عندكش حاجة تغطيها بيه ولو أن تعرضوا عليه شيئا، حط حاجة كده بالعرض حتى ولو ألم زي كده، أي حاجة كده بالعرض ولو أن تعرضوا عليه شيئا، حط أي حاجة بالعرض. الرسول يقول إيه؟ فإن الشيطان لا يفتح غلقا، الشيطان لا يستطيع أن يفتح شيئا مغلقا، حاجة مقفولة، درج مقفول الشيطان ما يقدرش يفتحه، حاجة مضغطية، حلة مضغطية فيها أكل، كوباية مضغطية فيها شرب، ما يقدرش يرفع الغطاء، ما يقدرش، مش في إمكانياته دي. فلذلك غطوا آنيتكم، دايما احرصوا على إن الأكل والشرب يبقوا متغطيين، احرص دايما يبقوا متغطيين، لأن الشيطان لا يفتح غلقا ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. دي النار اللي هي مش لمبات الكهرباء، وإنما النار لو عندك حاجة مشتعلة زي لمبة الكيروسين وغيرها من التي تستعمل فيها نار، من السنة إطفاء النار في الليل، قال فإنها عدو لكم.